الآن التطور الذي حصل الآن مبتني على العلم. الدين يشجع على العلم، بيقول حتى في ليلة القدر اللي هي ليلة العبادة أفضل الأعمال العلم وطلب العلم. أكو الدين في العالم يشجع على العلم بهذا المقدار؟ يقول إذا دخلت المسجد ووجدت حلقة ذكر وحلقة علم، روح إلى أي حلقة؟ إلى حلقة العلم أو إلى حلقة الذكر؟ لا، الدين يقول روح إلى حلقة العلم. أكو دين في العالم يشجع على العلم بهذا المقدار؟ أكو دين في العالم يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ هذه الآية التي أبهرت ذلك العالم الغربي الكبير وقال حقا هذه الآية موجودة في القرآن الكريم، في قرآنكم؟ إذا أكو هذه الآية اشهد أن هذا القرآن، اشهد أنني أشهد أن هذا القرآن من عند الله. أكو دين في العالم يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مثل الإسلام؟ إذن العلم من ركائز التقدم. الدقة، الدقة الشديدة في الصناعة، في الكتابة، في كل شؤون الحياة، هذه من ركائز التقدم. الدين يقول حتى عندما تبني اللحد، هذه اللبنات أتقن وضعها. لحد هذا ميت رايح، الآن هذه اللبنات توضع جوه في القبر، مو الطبقة الظاهرية، لا، داخل القبر في اللحد الذي يكون باتجاه القبلة. الميت خلوه هناك وتخلون لبنات ثم تطلعون وتسدون فوهة القبر. الدين يقول هذه اللبنات أتقن وضعها. حقيقة لاحظوا عظمة هذا التعليم. رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه. يفيد أو ما يفيد، أنت أتقن عملك، أنت ما عليك. من ركائز التقدم النظم، المهم جدا. الآن العالم الغربي مهتم بالنظم إلى أبعد الحدود. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وصيته قبيل وفاته يقول ونظم أمركم. من ركائز التقدم الحريات. الآن العالم المتطور ليش تقدم بعض التقدم؟ لأن عنده شوية من الحرية. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الحرية التي لا نجدها الآن في أي بلد من بلاد العالم. النبي صلى الله عليه وآله يقول الأرض لله ولمن عمرها. روح إلى أي مكان، عمر أي أرض بأي مقدار تريد. هذا مو من ركائز التقدم؟